ميدان المعركة، ما قبلتش ان انت تقول لا يعني ترجع للخلف، حملت سلاحك وقلت بكل ما عندي من قوة انا مع فرقتي ومع البيت أكيد اللي انا طبعا، اتربيت فيه أكيد طبعا، ومع أكيد الملعب اللي انا كنت فيه لغاية النهاية. أكيد طبعا يا دكتور. أنت عارف حضرتك طبعا إحنا أولاد النادي اكيد ومتربين في النادي، ما نقدرش نتأخر لو في أي لحظة يعني. إن يا دكتور إيهاب يعني إحنا أنا من خلال البرنامج بتاعك بعتذر برضه لجمهور غزل المحلة كله، كان نفسنا نعمل حاجة ونفرح الناس دي والكلام ده، الناس اللي هي محبة للنادي اللي هي اللي بتجري ورانا في كل مكان، والناس دي فعلا تعبت السنين اللي فاتت عشان الفرقة تصعد من الدوري الممتاز، وكانوا هم سبب رئيسي في صعود الفريق الجمهور المحلي في، وانت عارف الكلام اللي بقوله دوت. بس انا سمعت يعني في ناس كلمتنا على كابتن عبد الباقي جمال كان مع حضرتك دلوقتي، بيقول اللي انا كنت بحاربه بتاع دكتور ايهاب. انت عارفني كويس جدا، اولا انا مش بتاع الكلام ده خالص وعمري، انا رديت لا يا كابتن انا بس خالد. يا دكتور ايهاب بس بعد اذنك اوضح اتفضل. بس الصوره، انا يا دكتور ايهاب بس عايز اوضح للدكتور لكابتن عبد الباقي حاجه يعني. انا راجل هو شغال في نادي المحله، انا كنت ماسك نادي الترسانه وما سيبش الترسانه الا بعد ما الا ما هو كمان كان مشى واخد بالك من المحل، فانا احاربه ازاي وانا ماسك فرقه يعني؟ مش فاهم انا انا يعني. قلت انا ده، معلش انا قلت هو الكلام ده، انا قلت الكلام ده يعني بعد اذنك بالتفصيل. هو انا معلش يعني، انت ده كابتن عبد لما كنت بتكسب كسبت ماتش ولا ماتشين في وانت ماسك الفرقه، كان الجمهور بيهتف لك ولا كان الجمهور بيعمل معاك ايه؟ كان بيشروك وده طبيعي في كل حته. طب ما انا لما كنت ماسك المحله وكنت مثلا بخسر او اي فرقه بمسكها وبخسر، الجمهور طبيعي بيبقى زعلان بيهاجم. لكن يا دكتور اللي هو يقول لك ان كابتن خالد ايه كان بيحرض الجمهور والكلام ده، عمره اقسم بالله ما تحصل ابدا، عارف. اقسم بالله ما تحصل يا دكتور ايهاب. عيب عيب لما المدرب يطلع يقول لك معلش، يعلق فشله على مدرب. انا ما كنتش في الوقت دوت، ما كنتش شغال خالص او ما كنتش فاضي في، انا كنت شغال في نادي. ازاي يا دكتور ايهاب؟ وبعدين في حاجه ثانيه كمان، ما عندك اللعيبه وعندك الناس ما تسالها يعني، وعندك الاداره والناس اللي هي مسؤوله وكذا ما تسالهم. لكن للاسف كل واحد يطلع يقول لك ده فلان كان بيهاجمنا وكان ازاي انا بحاربه يعني؟ ازاي احارب؟ انا احارب ناديه في واحد في الدنيا يا دكتور ايهاب؟ نادي المحله نزل بفعل فاعل، نادي المحله نزل بفعل فاعل، نادي المحله ما نزلش يا دكتور ايهاب باي حال من الحالات. نادي المحله لو يا كابتن عباي لو قسم اسوان في المحله او حرس الحدود في المحله او المقاولين في المحله استنى، او السموحه في المحله، الفرق اللي جت كسبتنا كلها كانت قعدت مرتاحه وحاطه رجل على رجل في الدوري. انت ما بتتكلمش في الحاجات دي ليه؟ انت بتتكلم في تقول كان بيحاربنا، بحاربك فين؟ انا عمري انا بسيب النادي اللي انا بشتغل فيه، بمشي ما بجيبش سيرته في حاجه، انا ماليش دعوه خلاص انا مشيت. لكن مش استحاله يا دكتور ايهاب هنهاجم نادي هو يا دكتور. احنا جينا ماتشين صح الاخر دولت، وكانوا الماتشين صعبين وحضرتك بتقول ايه اللي انت قابلته مهمه، ما اقدرش اتخلى عن النادي. انا كنت صح. ممكن ارفض واقول لا أو لا لا يا مش احنا اللي نرفض، مش احنا نرفض يا دكتور ايهاب. انا عيب قلت لما الكلام واحد ده يا يطلع كابتن خالد، وقلت ان انت في الوقت ده كنت موجود في نادي ترسانه وما جيتش حتى بعد اللي جه بعد الكابتن عبد الباقي كابتن رضا شحاته، انت توليت المسؤوليه وبعدين في اخر مباراتين. على ايوه دكتور انت كلمت يعني دكتور ايهاب مع اذن حضرتك يعني، انت بتقول اهوت انا ما عبد كابتن عبد الباقي مشى ليه ما جابونيش؟ ما جابوا كابتن رضا شحاته تمام. يعني. ما وبعدين في حاجه دكتور، انا بحترم الناس اللي بتشتغل يعني، اقسم بالله عمري ما اعمل حاجه من دي ولا اتكلم مع حد يا كابتن مثلا في حاجه من خالد، دي وكلام انا ايه يعني. شرفت وانا موجود في لجنه الكوره في نادي طنطا في فتره من الفترات، وانت كنت موجود في النادي وكنا بالظبط مقربين. عارف صفات كابتن خالد، وعارف ازاي راجل بيحب الخير للناس كلها، وعارف ان الراجل ده بيقفل على نفسه ويحب يشتغل في هدوء. انا جربته وكنا قريبين من بعض موسمين، عملت فيهم شغل اكثر من رائع، محدش يا يقدر دكتور ينكر. بعد اذنك يا دكتور انا لما مسكت طنطا انا فاكر لما غزل كابتن المحله، اسامه، انت كابتن اسامه فاكر؟ عرضه ورايا، جه فاكر كابتن عماد النحاس، جه كابتن ايمن المزي، جه كابتن رضا عبد العال. ازاي يا دكتور يعني اتكلم في حاجه من، عشان عيب 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 لما واحد يتكلم ويجيب سبيريت الناس بالباطل يعني، عيب يعني عيب. معلش معلش يا كابتن خالد، والبارح معلش هارد لك، اللي عملت كل حاجه في الكوره، الكوره كانت ما عندك فرص بالجمله من المستحيل اللي هي تضيع بصراحه البارح. بص يا دكتور ايهاب انا يعني انا والله العظيم مره ثانيه انا مش عايز اقول لك انا بتقطع من جوايا قد ايه، عارف والجهاز اللي معايا كله بصراحه يعني الناس كلها احنا راجعين يا دكتور. احنا اقسم بالله انا لغايه دلوقتي اقسم بالله ما طلعت من البيت عندي، اقسم عارف بالله انا عارف. يعني. في ناس حتى في ناس بتكلمني يا كابتن انت شايل نفسك بتاع عبء له دكتور ايهاب. نادينا يا دكتور، نادينا اللي نزل، عارف مش نادي، مش نادي اي، مش نادي يا دكتور، ده نادينا نادي المحله، نادي المحله اسم كبير يا دكتور، وانت عارف ان المحله في مصر عامل ازاي عارف يا يعني. كابتن، يعني عارف. برضه الواحد زعلان زعلان ان احنا وصلنا للمرحله دي يعني بصراحه. بص يا كابتن خالد،
اشتغل من دلوقتي وابني فرقه من دلوقتي وانت قادر زي ما صعدت بعديد من الفرق واستمريت في الدوري الممتاز قبل كده ان انت تصعد بغزل المحله مره ثانيه وما اقرب الايام. اشتغل بكل ما عندك من قوه من عزيمه، معاك جهاز محترم محترم، وتقدر ان شاء الله بمؤازره جميل غزل المحله العشاء لفرقتها واللي بتحب